مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بكم في اول حلقه من برنامجنا كلام كبار. وبالمناسبه مش معنى ان اسم برنامجنا كلام كبار فده معناه انه للكبار بس. برنامجنا هيكون بيتكلم وبيتناقش في مواضيع تخصنا كلنا، كبار وصغيرين وشباب، يعني الموضوع لينا كلنا، خصوصا موضوع النهارده. النهارده هنكون بنتكلم معاكم في موضوع كلنا مرينا بيه، ما اظنش ان في اي حد من اللي بيشاهدونا دلوقتي ممرش بيه زي ما انا ومنار كمان عدينا بالموضوع ده. مساء الخير يا اكاديميانا، ومساء الخير على كل مشاهدينا. النهارده بنتكلم عن حاجه تخصنا كلنا، كبار وصغيرين، اطفال وكبار ورجاله وستات. الفكره في الحلم بتاعنا النهارده انك انت تعرف تحدد هدفك وتشوف انت عاوز ايه. النهارده هنتكلم عن الحلم بس بشكل مختلف شويه، هنتكلم عن الحلم اللي بيتدخل فيه الكبار، وهيشاركنا وينورنا النهارده فناننا القبير استاذ احسان كتارك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، يعني مبسوطيني حضرتك معانا النهارده. عايزين نبدا كده حوارنا كان في بوست منتشر الفتره اللي فاتت بعد نتيجه الثانويه العامه عن اب بنته جابت مجموع بس مش كبير، وهو نفسه يدخلها طب، وكان بيدور على منح تساعدها ان هي تدخل طب. كان كل كلامه ان هو حلمه هي ومامته ان هي تدخل كليه الطب، بعيدا عن رايها وبعيدا عن هي عايزه ايه. ومن هنا حابين ناخد راي حضرتك في المواقف اللي كتير بتحصل كده، الاهالي اللي بتحب تقرر مصير اولادها. بص انا هقول لك حاجه، كل اب فينا او ام حتى بيحبوا لبنتهم او ابنهم يكونوا في احسن المراكز وفي احسن الاوضاع يعني. بس طبعا احنا هنا هنلتزم بحاجه، اذا كان بالنسبه هتتكلم على طلاب الثانويه العامه هقول لك بيلتزموا بايه؟ بمكتب التنسيق. لكن هنرجع لجوهر المشكله نفسه انت بتتكلمي فيه. انا ممكن اضغط على ابني مثلا او بنتي وادخله طب او هندسه وهيشتغل وهينجح وكل حاجه، بس في حياته بعد ما يتخرج هيبقى فاشل، لان هو مش حاببها. يعني انا في حياتي انا اشتغلت حاجات كتير على فكره، كنت عايش بره واشتغلت حاجات كتير. الشغلانه اللي كنت بشتغلها كنت بحبها، بعشقها، بموت فيها، بديها يعني انا اتاكل مني من لحم ده رقاتي يعني من كتر الشغل، وكان في عائد عليا. طب اهل حضرتك ما تدخلوش في حلمك وحاولوا يعترضوا زمان على انك انت تدخل اي مجال بتحبه؟ لا، لسبب واحد، ان انا والدي توفى وانا عندي 12 سنه اولا، وانا الثانويه العامه حتى ما خدتهاش من مصر، كنت في بيروت في الايام دي ودرستها عن طريق السفاره، ووالدتي توفت برضو في الايام دي، فما بقاش ايه في حد يتحكم في مستقبلي. انا درست سياحه وفنادق في سانت لوزان بسويسرا، ودرست سيلز وماركتنج في كاليفورنيا بامريكا، وعملت دراسه في الاقتصاد اخذت عليها شهاده دكتوراه فخريه من جامعه نيوكاسل بانجلترا. فمصيري انا حددته بنفسي. عندي كمثال ابني الكبير، ابني الكبير طول عمره من هو 5 6 سنين غاوي يلعب بيانو، كان بيلعب على البيانو في البيت يعني عند جدته، وجبت له اورج بعد كده. فجي اما خلص الثانوي بقى قال يا بابا انا عايز ابقى في الموسيقى وكده. قلت له مفيش مشاكل، اقدم في معهد الكونسرفتوار وانا افضل انك تاخد شهاده وايه جنب يعني الاثنين مع بعض. يعني حضرتك ما تفضلش ان هم ياخدوا مجال مثلا بعيد عن الشهاده، ما يهتموش بفكره الشهاده او هوس الشهاده اللي احنا موجودين في مصر؟ بص انا اقول لك حاجه، الشهاده ما هي الا تذكره مرور. يعني انت لما بتقدمي في شركه في وزاره بيقول لك حصل على ايه؟ هاتوا لي معايا بكالوريوس كذا، معايا ليسانس كذا، بس مش اكتر من كده. وبتبقى معاك ليسانس حقوق وتشتغلي بس في وزاره الزراعه. هاخد من كلام حضرتك في النقطه دي، يمكن دي المشكله اللي بتواجه شباب كتيره، انه مثلا حد يكون مؤهل انه يشتغل في مجال معين بس وفقا لظروف او وفقا لواسطه او حاجات كتيره بنلاقي انه اشخاص تانيه اشتغلت في المكان ده رغم انه ولا ده حلمهم ولا ده الحاجه اللي بيسعوا ليها، بس وفقا لكل الحاجات اللي اتحطوا فيها، فده بيجي على يعني على حساب الناس التانيه. فايه تعليق حضرتك على المواقف اللي بتبقى زي دي؟ ما هو بص افهمك حاجه، طالما انت قلت ليه واسطه او ليه معرفه ودخل يشتغل في المجال الفلاني، هم على اعتقاد ان هو مع وجوده في المكان ومع الخبره اللي هيكتسبها من خلال زمايله والناس اللي هتوجهه هينجح، بس مش هينجح يعني زي ما بيكون بيحب الشغل اللي بيعمله. انا مش بتكلم، سيبك يعني ابعدي خالص الشهاده من الكلام، من كلامنا يعني. انت بتشتغلي ايه؟ حب اللي انت بتشتغليه، ده مبدا عندي يعني. يعني انا بقالي 15 سنه في، لا 17 سنه
في المجال الفني، ودخلت المجال الفني بالصدفه البحته. ربنا كرمني سبحانه وتعالى، لان انا بحب شغلي، ربنا كرمني وبقيت راجل معروف وكويس والحمد لله. بس الاساس ان احنا ما نختار مجال، نختاره ان احنا بنحبه. ده اهم حاجه في الموضوع. يعني دي النقطه الاساسيه اللي احنا يعني بنركز عليها، فكره انه مش معنى انه الكبار ادونا احلام معينه فاحنا لازم نمشي عليها. فان احنا مثلا لما بيكون معانا بابا او ماما او اي حد كبير، فهو رايه اكيد يحترم، بس ازاي نكون بنوصل بين فكره انه انا برضو اسعى لحلمي بعيدا عن وجهه نظر المجتمع المختلفه. ما هو ده هي دي المشكله اللي احنا واقعين فيها. الاب او الام عايز يتحكم في مستقبل ولاده، لان هو امنيه حياته. يعني البني ادم مننا ما بيتمناش حد يكون احسن منه غير ابنه، بيتمنى يشوف كده ابنه في ارقى المراكز والاماكن. يعني فدي المشكله اللي احنا واقعين فيها، مش قادرين نوصل لمرحله ان هو ايه فيه. يعني انا بالنسبه لي انا صاحب، انا صديق ولادي، صاحبهم. ادم ابني الصغير اللي عنده 9 سنين ده صاحبي، ده مش ابن، ده صاحبي، خدت بالك؟ فبهاوده هنا لا وبعلمه هنا الى اخره يعني. لكن حته بقى الدراسه، هو قرفني شويه في الدراسه بس ايه لازم يذاكر. هل حضرتك اتعرضت قبل كده لانه اتحطيت في موقف ان انت مثلا حد بيقول لك انت بتسعى لحاجه معينه وحد وقفك، ان كان يعني بعيدا عن البيت اي حد في المجتمع عموما، كنت بتسعى لشيء معين ووقفوك؟ بسعى وما زلت بسعى، وفي الله يسامحهم حزب الله ونعم الوكيل اللي موقفين حالنا حاليا في شغلنا. يعني انت شايف ان الواسطه داخله في الموضوع كتاثير ولا عامه نفسنا بعيدا عن الواسطه؟ إيه؟ في اللي انا بتكلم فيه. اللي حضرتك بتكلم فيه الواسطه لعبة دور، النفسنا لعبة دور. يعني كفايه كده. طب حضرتك ازاي بتتعامل مع المواقف دي؟ ازاي بتقدر تصدق لسه في حلمك؟ لانه احيانا كتيره احنا كمان كشباب لما بنيجي نلاقي مصاعب كتير في الحلم اللي احنا بنسعى له، فبنروح خلاص انا اغير الفكره او ما كملش. ازاي بتقدر تكمل في الحاجه اللي انت بتحبها او بتفكر فيها؟ على حسب نشأتي، مفيش حاجه اسمها مستحيل. وانا بطبق مقوله اتقالت من الزعيم الخالد سعد زغلول، لا يأس مع الحياة، عفوا مصطفى كامل ناس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. فاهمة؟ حتى لو البيبان كلها اتقفلت هفضل اخبط عليها لغاية ما يفتح لي باب منهم، وربنا سبحانه وتعالى فوق الكل يعني. طيب تحب توجه للناس اللي اهلها اتحكموا فيها فعليا ودخلوهم في مجالات تانية هم مش بيحبوها ومش عارفين ينجحوا فيها، تحب تقول لهم ايه؟ يكملوا زي ما هم على مصير اهلهم ولا يروحوا يدوروا على حلمهم ويحققوه؟ ما هو هما اذا كان هو اتحكم، يعني الاب اتحكم في مصير ابنه او بنته، وهي او هو رضخ لرغبه والده ودخل الكليه او المجال اللي والده عايزه او كده، فخلاص هو حاليا امام امر واقع. ففي الحته دي بقى يعمل ايه؟ يجتهد 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 عشان يبقى انسان ناجح. بس يعني اكيد ليه حل من فكرة ان هو حتى لو اتعرض للموقف ده ان هو لسه عنده فرصة، لو هو في حاجة بيحبها ممكن يكمل فيها، بدليل الشفت كارير اللي احنا مؤخرا لقينا ناس كتيرة قوي بتسيب كليتها وبتبتدي تدور على حاجة تانية اللي هي بتحبها. انا ابني الكبير اللي بقولك عليه ده هو ساب طيران، ساب كلية الطيران وما كملش. فيعني احنا عايزين رأي حضرتك او نصيحة للشباب في النقطة دي، ان هو حتى لو في مواجه حاجات صعبة عدى بيها. بصي حتى انا عشان دي مش نصيحة، هتبقى هنا هخليه يخرج عن طاعة والديه يعني، فاهمة؟ لا لا احنا ما نقصدش يعني طاعة الوالدين اكيد موجودة وبنسمع كلامهم عشان هما اكبر مننا وعندهم خبرة. عفوا، هو انا عشان اقول له سيب الكلية او الشغل اللي انت فيه وروح اللي انت بتحبه، هتبقى هنا خروج عن الطاعه زي ما اتفقنا. بس احنا كده بنقتل الحلم. بس بقول له ايه بقى؟ بقول له ايه؟ اجتهد قدر على قدر الامكان، اجتهد وانجح في المجال اللي انت فيه، وده ما يمنعش انك تبقى في المجال الفلاني وتذاكر في مجال تاني. انا يعني يا بابا عملت لك اللي انت عايزه، دخلت الكليه الفلانيه اللي انت عايزها، وانت بقى في دماغك حاجه تانيه، وربنا يقدرك بقى على الاثنين. المفروض ان هو يعملها زي تجربه، ان هو يجرب بيشوف المجال التاني هينفع اصلا ينجح فيه ولا لا، لكن لو كده يستمر على وسيط اهم حاجه. يعني احنا عندنا كام محامي في مصر؟ كتير. في منهم كام شخص بارز؟ كله. كام مهندس؟ كام طبيب؟
ناس قليل. دول ما بيختلفوش عن بقية زمايلهم، الفرصة جات لهم وهم استغلوا الفرصة واجتهدوا بقى. يعني احنا استفدنا مع حضرتك كتير، بس للأسف يعني فقرتنا خلصت، وقت فقرتنا خلص. وفي النهاية يعني حابين نوجه لكم كلمة انه اتمسكوا بحلمكم، واي حد عنده حلم واجه وحاول ان انت توصل له. في مقولة كده بحب دايما اقولها، قف على ناصية الحلم وعافر، واكيد هتوصله. بما ان بقى عفوا بما ان بقى انت في الحلم ومش الحلم وبتاع، انا عندي حلم وطلبت بيه قبل كده، طلبت بيه قبل كده 3 مرات ودي الرابعة. اتفضل، ايه هو الحلم؟ طيب الحلم انا بوجه استغاثة نداء لفخامة السيد رئيس الجمهورية، بقول له يا ريس انا عايز اقابل معاليك، ولازم اقابلك لو اخر ساعة في عمري، اتصرف بقى. كلنا نتمنى نقابل معاليك ريس، لان احنا في مصيبة ان شاء الله، ولازم اقابل ان شاء الله. كلنا نتقابل مع الرئيس باذن الله. واستنونا في فقرتنا التانية مع زمايلنا، وفاصل ونرجع تاني.